أفادت سفارة جمهورية مصر العربية في بودابست بأن المجر تسمح استثنائيا للقادمين من أوكرانيا على إثر الأحداث الجارية هناك بالدخول إلى أراضيها بشرط حمل القادم جواز سفر ساريا وإقامة سارية في أوكرانيا. أضافت السفارة في بيان نشرته على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأنه يمكن في حالات الطوارئ الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية المجرية الاتصال بأرقام الطوارئ بالسفارة.